وفي الحقيقة ما قلته صحيح، يعني وإن كانت ملاحظة على الإمام، يعني علي أنا شخصيا، فليس هناك وأنا أتكلم عموما، وكل عادي يا عم، في مشكلة، وكل لبيب بالإشارات يفهمه. يعني أنا مثلا في خطبة الجمعة بالأمس قال لك، وصلني يعني بعض الأخبار أن بعض الناس أخذوا الخطبة على أنفسهم، رغم أن أنا ما أقصد أحد. أصلا من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قصر الخطبة وتطويل الصلاة، وده واضح، يعني ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن من فقه الإمام أو من فقه الرجل يعني تطويل الصلاة وقصر للخطبة. وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ، بس كان يقرأ مثلا سورة قاف على المنبر في يوم الجمعة، ولدرجة أن السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول أنا حفظت سورة قاف من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب بالله عليك، لما يقرأ سورة قاف وتحفظها سيدة عائشة من كثرة تكرارها ومن كثرة تكرار الرسول صلى الله عليه وسلم لها في خطبة الجمعة، يبقى إذا مع ذلك كان يكررها. وفي نفس الوقت لما يقرأ سورة قاف، أنت مثلا لو قرأنا سورة قاف ممكن تأخذ مثلا فترة زمنية، لا أدري كم مثلا من الوقت، بس ممكن تأخذ مثلا 10 دقائق ولا شيء بقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم تنهلا، وبعدين يعظ الناس بأحاديث أخرى، فمن الممكن انها تبقى فيها ايه، فيها يعني من الممكن انها تاخذ مثلا في حدود مثلا من 20 دقيقه ولا اقل ولا اكثر. المقصد كمان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابه بالموعظه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعظهم بين الحين والاخر، ودول صحابه وعايشين مع الرسول صلى الله عليه واله وسلم. احنا المشكله حاليا في بالنسبة لنا في خطبة الجمعة، احنا خطبة الجمعة يعني من الأيسر للإمام، أي إمام يعني لو سألته، من الأيسر له أن يخطب الجمعة 5 دقائق ولا 10 دقائق، لأن أولا للإمام إذا لم يوجد التحضير، إذا لم يكون جيد التحضير، خلاص يطلع المنبر، من الممكن انه هو هيقول كلمتين في 5 دقائق في 7 دقائق سبحانه، وبعدين يقول لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وانت عمر، وبعد كده الاخ يترجم وكده صلينا ليه، صلينا الجمعة. بس فين المشكلة، اين الاستفادة؟ ده هذا اولا. ثانيا، نحن يعني خطبة الجمعة بالنسبة لنا هي بمثابة عارف انت الانسان لما عارف الحجن بتاعه كورونا اللي هي كانوا بيسموها الفاتشينو، لما تاخد الفاتشينو الاول والفاتشينو الثاني وبعد كده عملوا الثالث، يعني كل فتره زمنيه، صح ولا لا؟ احنا بالنسبه لنا كمسلمين احنا طول الاسبوع تايهين في الدنيا وبعيدين، كثير من الناس اصلا بعيد عن المسجد، لا بيحضر لا درس سبت ولا بيحضر مثلا القران بعد صلاه المغرب، وربما اصلا ما بيسمحش اي شيء مثلا ديني في بيته، يا اما الاخبار يا اما مع المسلسلات يا اما مع كذا يا اما مع كذا، يا اما حتى لا يجلس امام التلفاز ومشغول مع، فمحتاج دايما فاتشينو، محتاج دايما اللي هو الايه الانتيبيوتيك بين الحين والاخر.